يتم في جلسة نواب المقبلة، اختار المجلس ب12 مرسوما بقانون تم اصدارها في فترة الاجازة البرلمانية والتي احيلت الى اللجان المختصة. المراسيم بقوانين الصادرة ركزت على مختلف الجوانب الحياتية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الحكومي والاقتصادي في المملكة. ومن أهم هذه المراسيم مرسوم بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن كما اشتملت المراسيم على عدد من القرارات المتعلقة بإعادة تنظيم العمل الحكومي الخاصة بترشيد النفقات كمرسوم بقانون بدمج هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والسياحة ومرسوم إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب فأنه لا يجوز التقدم بأي اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقا لأحكام الدستور بل يصوت المجلس عليها بالموافقة أو والرفض ويصدر قرار المجلس بعدم اقرار المرسوم بقانون باغلبيه اعضاء المجلس وينشر هذا القرار في الجريده الرسميه